بتعرف يعني اكثر من لاعب جزائري ايضا بيلعبوا بالدوري السعودي. سنبول حيل حارس، الله يوفقه ان شاء الله يا رب. ها. يا رب توقعاتك فيهم ان شاء الله يا رب، حتى بالمغرب نحتفل فيهم ان شاء الله يا رب. الله. يا رب على قولت قبل نهايه البرنامج نسمع خبر ان شاء الله بيفوز الجزائر. يلا ابو عوف. انا اقول ان شاء الله الجزائر على حساب الكاميرون للدوحه بيعبرون. هلا صار لك ساعه بتفكر فيها انت؟ ساعه شو؟ اي ساعه؟ صار لك ساعه تفكر فيها. لازم واحد لازم يشغل على الكاميرون الى الدوحه يعبرون. كاميرون يعبرون ما بيعبرون. يعبرون ترى مو على القافيه. لا بس انا اقول انا قلتها على الصيغه الاماراتيه. بالله الله عم بتظبط. طيب بس حنذكركم هلا مين اللي تاهلوا لكاس العالم. قطر مستضيفه، معها من اسيا السعوديه، اليابان، كوريا الجنوبيه، ايران، هذول عند اسيا. عن اوروبا هاتوا لنشوف، المانيا، الدنمارك، فرنسا، بلجيكا، كرواتيا، 2 4 5 بعد لسه في اسبانيا، صربيا، سويسرا، انجلترا، هولندا، اليوم بعد لسه كمان تأهلت البرتغال وبولندا، ليفاندوفسكي ورونالدو تأهلوا. هلا امريكا الجنوبيه لهلا عندك البرازيل، الارجنتين، الاكوادور، اوروغواي، بعدين ببين كندا تأهلت امبارح، بعدين ببين طبعا مين حيلعب، بيرو ولا تشيلي ولا كولومبيا. عن افريقيا اليوم تأهلت تونس والمغرب والسنغال وغانا، هن خمس فرق بيتأهلوا، بعدين الجزائر او الكاميرون. يعني الشيء يمكن الفريق الوحيد اللي الناس عم تقول وينه هو ايطاليا، ما هيك ابو عوف؟ صحيح ايطاليا بس صدمه يعني. للايطاليين اي صدمه للإيطالية. لكن في ما ادري اذا ما ادري معلوماتي صحيحه ولا لا، امريكا والمكسيك ما صعدوا عن طريق مع كندا؟ لا كندا كونكاكاف ما لا اعتقد امريكا و لا امريكا لسه ما تاهلت لا ولا المكسيك ولا لا، فلسه التصفيات شغاله، لسه في كم فريق. شو وضع الجزائر يا شباب؟ بلش الشوط الثاني الاضافي، يعني شوط ثاني اضافي يعني ربع ساعه نحن بكون البرنامج خلص. فيا رب ندعي للجزائر ان شاء الله هيك. طبعا يوم الاربعاء نحن حنعمل حوصله لكل الدول اللي تاهلوا واللي ما تاهلوا، طلبنا من مراسلين الموجودين في الدول العربيه يعطونا فيدباك، يعطونا ردود الفعل، وبنقول مبروك للي تاهلوا الى الان كاس العالم، قطر، السعوديه، تونس، المغرب تأهلوا، هي أربعة، 2018 كانوا أربعة منتخبات، إذا تأهلت الجزائر بصيروا خمسة، بصير رقم قياسي، كنا بنتمنى يصيروا ستة هني مع مصر، بس الله غالب على قولة إخوتنا التوانسة. أبو عبد الله كلمة أخيرة، كلمة مو نشرة أخبار، كلمة. ما قلت شيء، أنا كلمتي الأخيرة أقول الله يعيننا على عبد العزيز الدغيثر أبو سلطان. ليه؟ وأنت ذكرتني فيها، والله لو المغرب اليوم وفايز وبالأربعة وما يبارك وما لا يعني الليلة عندنا نكسة كبيرة جدا. صحيح. وأنا أعذرني أبو سلطان، والله لو جات ببالي طيب ما جيت أبو سلطان. ساسوكي وين رحت فيه؟ هذا ساسوكي اللي كان وراك وين رحت فيه؟ موجود يا أبو كرام خلاص هلا مات. إيه هو ترتيبهم الثاني طيب. الآن يعني والسعودي متصدرة شلنا. أبو عوف تحياتنا لك ومبروك الله كل توفيق لمنتخبنا في الملحق إن شاء الله. إن شاء الله يعني اللي غلب كوريا الجنوبية بيغلب أستراليا يقدر على الكنغو، وبعدين تشيلي بيرو هذول مقدور عليهم مقدور عليهم صحيح مقدور على تشيلي بيرو. ألف مليون تريليون مبروك لمن تأهل، وحظ أوفر للي ما تأهل.